هذه الأوامر الديوانية التي أصدرها السيد رئيس الوزراء، طبعا نحن في مجلس النواب داعمين لها، واليوم يجب أن يكون السلاح بيد الدولة والفصائل التي تقاتل تنضم والحشد مع القيادة العامة للقوات المسلحة عسكريا ويطبق عليها القانون، لأنه لا نريد تشجيع أن تكون هناك فصائل مسلحة تحمل السلاح وخارجة عن القانون أو تتصرف بعيدة عن القانون. نعتقد بأن يحترم هذا العنوان ويعطى له قيمة كمؤسسة عسكرية تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة. حصر السلاح بيد الدولة هذا يعتبر من الأمور المطلوبة في الظرف الحالي، إعطاء صورة للعالم المراقب للحشد على أن الحشد مؤسسة عسكرية منتظمة تسير وفق القانون العراقي. السادة الأجلاء والمشايخ، وأن حرف هذه البوصلة إلى أي مكان وعن توجيه البندقية. أهلا وسهلا بحركة النجباء الأبطال. المسلمين كافة. تعقد الأمل عليكم.